طيب محجوب الراجي قبل اللحظة واحد من بين الإعلاميين المغاربة المتميزين، أنا واحد من بين الإذاعيين اللي احتضنوني واللي ساعدوني واللي وجهوني واللي أعطوني أشياء كثيرة باش يمكن لي ناخذ الطريق ديالي. سعيد جدا باش نستقبل اللحظة الأستاذ محمد البوكيري. مساء الخير. مساء الخير. شكرا حسين على الاستضافة، وأنا سعيد طبعا لأنه كنحضر في مناسبة سكرين فنان كبير ولكن أيضا صديق عزيز محجوب الراجي. قبل ما نتكلم على الفنان محجوب الراجي ما فيها بس واحد الإشارة عملها الفنان محمد الغاوي قبل قليل، أشكره على عواطفه وإزاء شخصي المتواضع. أريد أن أذكر فقط فيما يتعلق ببرنامج أضواء المدينة اللي سي محمد الغاوي بطبيعة الحال كان هو اللي توفق فيه وخد الدرجة الأولى، هو مرحومة رجاء المليح، وكذلك كان واحد الفنان شاب أنا ذاك ربما جات في الدرجة اللي معدنه، كان عنده صوت ممتاز فعلا لكنه اختفى فجأة، أذكره اسمه فعلا إلى السقاط. إلى السقاط كان واحد من الأصوات الممتازة لكن للأسف اختفى في دروب الحياة. هذه بين قوسين. إذا شكرا مرة أخرى للسي محمد الغاوي، وأذكر فقط لأن برنامج أضواء المدينة كان من إذاع الأستاذ محمد بن عسلان، وكانت فيه مساهمات كثيرة، ساهمت فيه أنا شخصيا، ساهموا فيه أصدقاء آخرين من ضمنهم السي محمد حامد العلوي وكذلك السي إدريس السديدي رحمه الله ومجموعة من أبو الصواب رحمه الله كذلك، أنا آسف إن ما أذكرش الأسماء كلهم. برنامج أضواء المدينة فعلا من برامج اللي أعطت أسماء مهمة جدا، وفي طليعتها السي محمد الغاوي الذي ناضل ويناضل وسيناضل في واقع السقف ناضل المحجوب الراجي. أعود إلى المحجوب الراجي، شكرا على هذا على هذا الفاصلة. الفنان المحجوب الراجي بالنسبة لي أولا أنا كنعرفو أيضا قبل ما التحق أنا شخصيا بالإذاعة، وكنت من المعجبين الكبار بالفنان محجوب الراجي، وكان واحد الرابط بيناتنا هو واحد الفنان مسرحي كبير رحمه الله كذلك، كنهضرو مع الأسف أغلب الناس إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهو السي محمد تيمون محمد الراجي كذلك. كان بطبيعة الحال معروف في مدينة فاس الأول ومن بعد جا مدينة مكناس، وترأس فرقة مسرح الفصول وقدم مجموعة من الأعمال، وكان يتحدث دائما عن المحجوب الراجي، وكان المحجوب الراجي كذلك يزوره آنذاك، ونحن نرى كيافعين آنذاك المحجوب الراجي كنجم من النجوم في مدينة مكناس. بالنسبة لمدينة الرباط عرفت المحجوب الراجي ك فنان مسرحي كممثل في التلفزيون وممثل في الإذاعة وممثل فوق خشبة المسرح. اللي يمكن نقول عليه هو أنه فنان أولا عصامي، ثانيا عنده طريقة متميزة في الأداء، يمكن نقول أنا كنشبهه فنان آخر في المجال الموسيقي وماشي مغربي اللي هو الفنان وديع الصافي. علاش وديع الصافي؟ حينما يغني وتنظر إليه تلاحظ أنه لا يبذل أي مجهود، وصوته في كثير من الأحيان يغطي على حتى على الجو. الفنان المحجوب الراجي أيضا عنده هذه الخاصية، حينما يؤدي أدواره تشعر بأن هذا الممثل يؤدي دور يعني خلق له، بينما تلاحظه في عمل آخر في مسرحية أخرى أو في مسلسل آخر أو في فيلم آخر بنفس الشكل. إذن أولا رجل موهوب، ولكن أعطاه الله تبارك وتعالى أيضا هذه الخاصية التلقائية في الأداء
يمكنش نقولوا ما كيبذلش مجهود، لان ما كاينش شي مبدع شي فنان اللي ما كيعانيش وما كيبذلش مجهود من اجل الوصول الى المكان، ولكن محجوب الرجل على الاقل حينما تقرا ملامحه وهو يؤدي دوره في مسرحيه او مسلسل او فيلم سينمائي، انا شخصيا اخرج بهذا الانطباع. كذلك عندي تجربه مع الفنان محجوب الراجي بحكم الصداقه ديالنا، وكان ثالثنا رحمه الله السي علي الحداني ايضا، فكرنا اننا نقدموا السمشقيه في الاذاعه. ربما كانت اول مره تقدمت السمشقيه في الاذاعه في برنامج كنت كنقدمه انا شخصيا اللي كتقدمه انت الان برنامج صباح الخير. ف كان واحد الثنائي رائع جدا اللي هو المحجوب الرجي وعلي الحداني، لما كيجلسوا كانوا كيقولوا هما يجلسوا نصنشطوا، لما كانوا كيجلسوا يكتبوا يعني واحد النص ابداعي ديال السمشقيه. واحيانا كان علي الحداني رحمه الله كيكتب والمحجوب كيأدي، ومن بعد ولا كيكتب المحجوب نصوص والحداني رحمه الله كيكتب نصوص، ولكن الاداء دائما بتمييز كبير كان دائما للمحجوب. وانا اتمنى شخصيا ان يكون المحجوب الرجي مازال مستمر في كتابه هذه النصوص، لانه هي ما كايناش وهذا تراث ديالنا، لانه ماشي جاو خلقوه من جديد. المحجوب الرجي وعلي الحداني رحمه الله كان كري عند اظن عند مجموعه من الفنانين الشعبيين وخاصه الملاحنيه اللي قال قبيله شنو قال في قرح من البريحه يعني من لان كانت قديمه اي تمام عند الملك محمد بن عبد الله مع سيدي محمد بن عبد الله فعلا. اذا السمشقيه يمكن نقولوا كانت انقرضت حتى جاو حيروها هذا الثنائي علي الحداني رحمه الله والمحجوب الرجي، وانا اتمنى ان يكون المحجوب مازال مستمر في الكتابه ديالها. غنشوف واش باقي مستمر دابا نعم. ما نساوش شي واحد الاسم حتى هو كان عطى الاغنيه المغربيه اجمل الاغاني هو المرحوم عبد السلام العمراني. حتى هو كان من الشمشاقي الكبار. عبد السلام العمراني وكاين واحد اخر موسيقي وهو الاستاذ عبد القادر الرشدي. اييه هذه فرصه مناسبه باش نسمعوا شي شمشقيه ونشكروا فيها السيد ديالنا. واش باش ممكن نسمعوا عجبني في الزهر خدو عجبني في الزهر خدو وات الدنجالة من جدو ومحني بالتلفايتو حبيتو من اول نظرة بلوطة فتلت الخالي تطلعت هبط وانا مالي في البوطانة بتموالي والبوطة في الهواء خضراء يا الرسم في النوى شيفون وعلى سلوك البوري منشور ضربتي مونيكا بالكور بعتر وسيني في الشجرة شكرا للفنان ديالنا المحجوب الرجي وشكرا للاستاذ محمد البوكيلي.